مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم ولقاء يتجدد مع حضراتكم لكن من خلال برنامج مستقبل مصر. هذه اولى حلقات برنامج مستقبل مصر، نتابع من خلال هذه التغطية استعداد مصر لاستقبال المؤتمر الاقتصادي في مدينة شرم الشيخ في الفترة من 13 مارس وحتى يوم 15 مارس بإذن الله. هناك تصريحات خاصة بالاستثمار بدأها وزير الاستثمار أشرف سلمان، أوضح أن مصر وجهت الدعوة إلى نحو 6000 ما بين هيئات ومؤسسات وحكومية وأيضا مؤسسات اقتصادية وشركات على مستوى العالم. حتى الآن تم التأكيد من جانب 1000 من هذه الجهات والمؤسسات على حضور المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ، ويتوقع وزير الاستثمار أن يرتفع هذا الرقم من 1000 إلى 2000 من أعداد المشاركين. أما عن المستثمرين فسيادته قال أنه يتوقع مشاركة عدد كبير من المستثمرين، وأوضح أن من بين الدول التي تدعم وتساعد مصر في تنظيم هذا المؤتمر المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يشارك في الإعداد لهذا المؤتمر السيد الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية السعودي والدكتور سلطان الجابر وزير الدولة الإماراتي. على أي حال، أهمية هذا المؤتمر الاقتصادي في مصر وآليات الإعداد المناسبة لهذا المؤتمر سيكون محور نقاش في حلقة اليوم من مستقبل مصر. اسمحوا لي أن أرحب في هذا الحوار بالأستاذ محمود عبد العظيم الخبير الاقتصادي ونائب رئيس تحرير الأهرام الاقتصادي. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا، أهلا بك. ومشاهدينا الكرام، نبدأ الحوار مباشرة بعد هذا الفصل. مشاهدينا الكرام، عدنا لنبدأ الحوار حول المؤتمر الاقتصادي الذي سيبدأ أو ستبدأ فعالياته بدءا من يوم 13 مارس وحتى يوم 15، أيام قليلة ويبدأ هذا المؤتمر، تقريبا بنتكلم في حوالي 10 أيام من النهاردة. أستاذ محمود، يعني بجدد لحضرتك التحية مرة تانية، وخلينا نبدأ بما أن احنا أول حلقة في مستقبل مصر والتغطية ستستمر معنا حتى الانتهاء من هذا المؤتمر الاقتصادي. خلينا نقول إن شاء الله طبعا أهمية هذا المؤتمر الاقتصادي، وإحنا ليه متمسكين بهذا المؤتمر الاقتصادي أو متمسكين بنجاح هذا المؤتمر، وأتحدث متمسكين أقصد جموع المصريين. هو طبعا المؤتمر بيكتسب أهمية من مجموعة من العوامل. أنه مصر غابت عن يعني الساحة العالمية لمدة 4 سنين تقريبا، وأقصد ساحة الاستثمار والاقتصاد العالمي. مصر كانت خارج اهتمامات دوائر الاستثمار العالمي تقريبا من 25 يناير لحد فترة قريبة، وتدفقات الاستثمار الأجنبي كانت بتشهد تراجعات كبيرة خلال الـ4 سنين دول. وبالتالي أنت محتاج بشكل مبدئي بعد ما أنجزنا قدر معقول من الاستقرار السياسي والاقتصادي أو الأمني وإعادة بناء مؤسسات الدولة اللي احنا لسه بنكملها، انت محتاج طبق استحقاق واحد. بالضبط. احنا في هذا التوقيت احنا في حاجة الى اعادة تقديم مصر كوجهة للاستثمار العالمي. يعني تنطلق هذه الوجهة من مجموعة من المتغيرات اللي حصلت بعد ثورة 25 يناير. فأنت بتعيد طرح وبتعيد تقديم صورة مختلفة لمصر للعالم الخارجي. ده أول سبب يجعلك تقدم على تنظيم مثل هذا المؤتمر. السبب الثاني أنه مستقبل مصر فعلا في الاقتصاد مش في حاجة تانية. يعني الرهان الحقيقي في مصر الآن على إعادة بناء الاقتصاد، لأنه لو ما قدرناش نعيد بناء الاقتصاد على أسس سليمة ونحرز معدلات نمو معقولة ومقبولة تلبي احتياجات وتطلعات الشعب المصري، هنواجه مشكلة كبرى. يعني هتواجهها بقى على الصعيد السياسي ده اللي عاوزها بعض احيانا بعض الدول او بعض المنظمات، وان شاء الله طبعا يعني مش هيحصل، لانه في رؤيه واضحه لدى القياده السياسيه انه اعاده بناء الاقتصاد ضروره تمليها ظروف المرحله، وانه زي ما بقول لحضرتك هو ده المخرج الوحيد لمصر الان ان تعيد بناء اقتصادها، لان اعاده بناء الاقتصاد يعني الكثير من الايجابيات. ليه حضرتك كخبير اقتصادي بتستخدم مصطلح اعاده بناء الاقتصاد ما بتقولش ترميم؟
إعادة بناء الاقتصاد، لأنه أنت عندك مجموعة من المشكلات الهيكلية في الاقتصاد المصري، وبالتالي أنت مش بترمم، أنت في بتعمل أسس جديدة، بدليل أنه الدولة قررت تعمل قانون جديد للاستثمار، ما قالتش نعدل قانون الاستثمار، لأنه دوائر الاستثمار المحلي والأجنبي لديها العديد من الملاحظات على قانون الاستثمار القديم. الأمر الآخر، أنت في حاجة حقيقية إلى إعادة بناء جهاز الدولة الإداري اللي بتعامل مع المستثمرين، وبالتالي انت هنا مطالب بمواجهه البيروقراطيه، مطالب بمواجهه الفساد او الكوربشن اللي موجود في بعض الدوائر الحكوميه، انت مطالب كمان يعني فتح شرايين الاقتصاد بطريقه اوسع من الفتره اللي فاتت، لان انت احتياجاتك تزايدت، وانت قعدت 4 سنين تقريبا لا تستثمر في الطاقه ولا تستثمر في استصلاح الاراضي، وبالتالي حصل نوع يعني فجوه كبيره جدا ما بين امكانياتك وبين احتياجاتك، فانت محتاج تعوض الفجوه الزمنيه دي اللي احنا فقدناها في 4 سنين، وبالتالي هنا ما تبقاش مساله بقى ترميم، انت بتعيد بناء الاقتصاد. كويس، عشان كده انا اتعمدت اسال حضرتك، هو مش ترميم انا عارف، بس كنت عاوز اسسه على اساس اقتصادي، وحضرتك طبعا هكون اقدر على هذا الامر، لكن خلينا اسال حضرتك بالمناسبه، يعني في فترات كتيره جدا بالارقام وبالاحصاءات كان معدل التنميه او معدلات النمو الاقتصادي بتوصل ل7%، وهو معدل معقول. أيوة. لكن ما كناش بنحسه، او جموع الشعب المصري او غالبية الشعب المصري لم تكن تشعر بهذا المعدل. النمو ده كان يعني البنك الدولي له تعبير كده معروف اسمه النمو الرديء. النمو الرديء، انت بتعمل نمو لكنه رديء. رديء ليه؟ لانه لا يحقق تنمية اجتماعية. يعني بيحصل نوع من التراكم والتركيز للثروة داخل فئات وشرائح اجتماعية معينة. واللي كان حصل في مصر في الفترة تقريبا من 2004 لحد 2010 كان في نمو رقمية، يعني في معدلات نمو بالأرقام جيدة، وحجم الاستثمار الأجنبي بالمناسبة برضو كان كبير جدا، ووصلنا في سنة من السنين سنة 2007 وصلنا ل 13 مليار دولار دخلوا البلد. لكن الترهل السياسي اللي كان موجود والشبكات الاحتكار اللي كانت مهيمنة على الأسواق، وبالمناسبة ما زالت موجودة حتى هذه اللحظة شبكات الاحتكار دي، والفساد اللي كان موجود في الجهاز الإداري واللي الدولة بتحاول تقاومه على قد ما، هذه الأشياء جعلت من النمو ده مقصور عوائده وثماره على فئة محددة ولم تنزل إلى بقية طبقات الشعب، وده كانت حالة الرفض للنمو الشكلي والمظهري اللي حاصل في المجتمع، وده تسبب أن يزداد الأثرياء ثراء ويزداد الفقراء تركيز للثروة، حصل نوع من التركيز للثروة يعني على قمة الهرم. تمام. لكن تمام. يعني حصل تركيز للثروة على قمة الهرم. أنت بتتكلم على شريحة تقريبا ما بتزيدش عن 7-10% من السكان اللي هم استفادوا من النمو في خلال ال10 سنين اللي فاتوا. كويس. البنية التشريعية وإعادة الهيكلة الاقتصادية ستعالج كل هذه المثالب والسلبيات اللي كانت يعني لها ارتدادات اجتماعية. على أي حال سنكمل هذا الحوار لكن بعد هذا الفاصل، مشاهدينا في انتظار. مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم مره ثانيه. كنا بنتابع جزء من المؤتمر الصحفي للسيد مساعد وزير الداخليه للعلاقات والاعلام، بيذكر فيه يعني طريقه وكيفيه وخبر القاء القبض على خليه ارهابيه تقوم بعمليات ارهابيه. الحقيقه يعني احنا كنا بنتكلم قبل ما نخرج لهذا المؤتمر الصحفي، كنا بنتكلم في المؤتمر الاقتصادي، يعني شتان بين هذا وذاك. نحن نتحدث في البناء، نتحدث في اعاده بناء الاقتصاد المصري اللي هينعكس بكل تاكيد على كل مناحي الحياه في مصر. الاقتصاد الجيد يعني خدمات جيده في مجال الصحه، في مجال التعليم، في مجال الطرق، في مجال العمل، حتى نقضي على هذه النسب المرتفعة في معدلات البطالة في مصر وغيرها من المشكلات الكبرى التي تحتاج إلى اقتصاد قوي بالمصري، اقتصاد عافي. ده اللي احنا بنحاول نتكلم فيه. خلينا نجدد التحية مرة أخرى لضيفنا الأستاذ محمود عبد العظيم نائب رئيس تحرير الأهرام الاقتصادي. أهلا بك. احنا كنا بنتكلم في إعادة الهيكلة وكنا بنعقد مقارنة، بنقول إن كان أحيانا بتطلع أرقام في معدلات النمو الاقتصادي
طبقا للمواصفات او الارقام العالميه بتكون جيده، وصلنا في كثير من السنين الى 7%، لكن اقتصرت الاستفاده من هذه الشريحه على شريحه معينه محدوده جدا من المجتمع المصري. معلش انا يمكن اتكلمت في مساله فايده ان كل اقتصاد قوي على المواطن ايه؟ هو ما حسش ده قبل كده، ما حسش بطعم ان يكون الاقتصاد قوي لانه ما انعكس عليه، لكن عاوزين نعرفه لما الاقتصاد يكون قوي ايه اللي يحصل له؟ شوف، هو يعني كل الدراسات العلميه الحديثه انتهت الى نتيجه محدده، ان تطور المجتمعات البشريه مرهون بحاجتين. التطور الايجابي طبعا انه يبقى في تطور اقتصادي جيد وعادل، وحط تحت عادل دي 100 خط، وفي نفس الوقت يبقى في نوع من الإيمان بالعلم في هذا المجتمع اللي بيؤدي إلى أن المنتجات التكنولوجيا الحديثة يتم إدخالها في نمط الحياة اليومية، وأن هذه المنتجات التكنولوجيا تتحول إلى أدوات للإنتاج وأدوات لدعم الاقتصاد. فدول الحاجتين. وبالتالي مصر في كتاب طلع سنة 1947 يعني قبل ثورة يوليو، كان اسمه في أصول المسألة المصرية. الكتاب باختصار لو حضرتك قريته دلوقتي تكتشف انه بيتكلم عن ازمتنا النهارده رغم انه صادر من اكتر من 70 سنه او 65 سنه. بيقول اصل المساله المصريه ايه، او اصل المشكله المصريه ايه؟ هي الفقر. الفقر اللي بيترتب عليه الجهل والمرض والسلوكيات السلبيه وكل الاشياء اللي ما حدش بيرضى عنها. وبالتالي مواجهه الفقر لن تتم الا من خلال اقتصاد قوي. الاقتصاد القوي ده في بلد زي مصر يجي منين؟ يجي من مجموعه من العوامل، اهمها من وجهه نظري ان احنا لازم نغير ثقافه العمل في مصر، ثقافه الانتاج في مصر، هي دي احد اسباب مشاكلنا الاقتصاديه. بس خلينا نقول حاجه هنا، المشكله ليست مشكله امكانيات دوله. ثقافة العمل اللي حضرتك بتتكلم عليها لا تعني فقط العاملين بالجهاز الإداري للدولة، لا أنا بتكلم على فكرة بيشكلوا أقل من 7 مليون، أنا بتكلم عن يفضل فكرة 83 العمل. لا أنا بتكلم عن فكرة العمل وفكرة الإنتاج. تمام. يعني بشكل عام لتشمل 90 مليون بالزبط. اللي عايشين على الأرض دي بالزبط. حتى العمل الخاص كله حتى يعني بيشتغل في أي مجال وبيشتغل، حتى الطالب اللي بيدرس لسه لازم يبقى عنده ثقافة الإنتاج، ثقافة استغلال الوقت بشكل جيد، الجدية. يعني هو بينتج الجدية، فكرة التعامل مع الحياة بقدر من الجدية. احنا للأسف الشديد احنا يعني العالم الخارجي بيعتبر ان مصر او العامل المصري من ابرز مشاكله انه عامل يعني انتاجيته محدودة، ويعني رغم انه ممكن تكون كفاءته مهارته عالية طبعا مهارته عالية، انما انتاجيته محدودة. ده لأسباب تعود الى نمط ثقافي سائد في المجتمع، يعني في مشاكل اجتماعية. زي مثلا يعني هقول لحضرتك على سبيل المثال، كنت بتكلم مع احد يعني اصحاب الاستثمارات فبيتكلم بيقارن ما بين العامل اللي هو بيجيبه مثلا من اي بلد، من اندونيسيا ولا من بنجلاديش وما بين العامل المصري. فبقول العامل المصري محمل باعباء اجتماعية بتخليه يتغيب كتير جدا عن العمل. النهارده عنده عزاء، بكره عنده فرح، بعد بكره عنده مشكله خاصه بحد من اهله. انما ده مش موجود في يعني مش موجود في اي مكان تاني في العالم، ان احنا مشاكلنا الاجتماعيه بنقحمها دايما في يعني التزاماتنا تجاه المؤسسات اللي بيكون بيشتغل هو موده مش حلو، يعني مزاجه مش وبالتالي دي بتخفض الانتاجيه، كمان بتحمل صاحب العمل نفسه اعباء. يعني فده على سبيل المثال. فاحنا مشكلتنا المؤتمر الاقتصادي يعني النهارده ما هوش غايه في حد ذاته، المؤتمر الاقتصادي ده وسيله زي ما قلت في بدايه كلامي لاعاده تقديم مصر بشكل افضل، لانه احنا في الاربع سنين اللي فاتوا الصوره المصريه للاسف يعني شابها الكثير من وبرضه على المستوى الذاتي او الفردي هينعكس يعني على الشعب المصري. ما هو لازم بقى احنا نفهم ان احنا شوف الاستثمار الاجنبي عمره ما كان بقى في العالم. الاستثمار الاجنبي ده بيجي لما بيلاقي البلد دي يعني طالعه صاعده، فبيجي يلتحق بموجة لازم مغناطيس قوي يجذب بموجة الاستثمار. انما اللي هيبني مصر الاستثمارات المصريه، واللي هيبني مصر هو عائد جهد وعرق المصريين مش الاستثمار الاجنبي. الاستثمار الاجنبي انا برحب بيه عشان يسد لي فجوه التمويل، انا عندي مشكله تمويل. ممكن نشوف رؤيه الرئيس السيسي في الملف الاقتصادي، جزء من رؤيته طبعا اثناء لقائه مع قناه العربيه، ونرجع نكمل مع حضراتكم في هذا الحوار. نتابع معكم. احنا قلنا ان احنا في قانون استثمار موحد، ايوه، وده خلاص خلص. بنتكلم على حل ازمات للمستثمرين، وده كان ليها ظروفها واحنا شغالين فيها عشان نوجد لها حل بعيد عن يوجد او ياكد ثقه المستثمر في التزامات الدوله المصريه
مع المستثمرين سواء كانوا مصريين او عرب او اجانب. الحاجه الاخيره في ده ان احنا بنتكلم على ان الاجراءات اللي كانت دايما المستثمر بيجد صعوبه كبيره في انه ينهيها عشان يتحصل على رخصه العمل او على التصديق على مشروعه كانت بتاخد شهور وسنين احيانا. احنا بنتحرك على ان ده ياخد فتره قليله جدا بعيدا عن البيروقراطيه وبعيدا عن الفساد. واحنا بنتابع ما قاله الرئيس عبد الفتاح السيسي بشان يعني رؤيته لمناخ الاستثمار في مصر. الحقيقه كان الاستاذ محمود عبد العظيم بيقول لي الرئيس نفسه تحدث عن الفساد وعن البيروقراطيه، طبعا لانه واقعي واقعي، ويعني التشخيص في علاج المشكلات اهم من كيفية العلاج أحيانا، وده المفترض يكون منهج كل المصريين في كل المواقع في الفترة اللي جاية. أستاذ محمود، يمكن حضرتك عقبت يعني واحنا بنسمع بنتابع مع بعض، قلت لي شوف يعني نفس النقطتين البيروقراطية والفساد. شوف هو في الحقيقة يعني المتابع لخطاب الرئيس السيسي، مش الخطاب ده تحديدا، يعني مجمل خطابه السياسي العام اللي يقعد يرصد بعض رؤيته الاقتصادية في بعض القضايا، بيشعر ان هناك رؤية متكاملة. هو الراجل شايف ان البلد دي حلها الوحيد ان هي يحصل لها نقلة نوعية كبرى، يعني انه مش ان انا اعمل مشروع هنا ومشروع هنا والامور تمشي بقدر من الترقيع والترميم، لا، هو شايف انه احنا عندنا تحدي كبير جدا، وهذا التحدي لازم نعبره، وهذا العبور لن يتم الا يعني هو يمكن تقريبا وصفه مصطلح القفزات. بالضبط، القفزات ليه؟ مش عشان انت تعوض اللي فاتك، لا، عشان انت تواجه تحديات كبرى. انت النهارده عندك ازمه نقص طاقه، عندك ازمه كبرى في البنيه التحتيه، ممكن المشاريع اللي بتتم دلوقتي بتحاول ان هي تعالج هذه المشكله في مجال الطرق، عندك طبعا مشكله في تدهور خدمات الصحه والتعليم، عندك مشكله فقر حقيقيه، عندك مشكله تراجع الدخول، عندك مشكله تتعلق بسعر العمله المحليه وقدرتها على تلبيه احتياجات المواطن، بالاضافه الى مشكلة البطالة اللي هي أصل كل بلاء طبعا. وبالتالي الرئيس يعني هو شايف أن المسألة مش هتتم بالحلول الجزئية، لا، عشان كده لما الناس بتسمعه بيتكلم ان انا عايز 100 مليار عشان احل مشكله الكهرباء، هو مش بيصعب الامور على الناس، هو بيحط الناس في واقع المشكله وفي حقيقه المشكله. عندنا تحديات، عندنا محتاجين ارقام كبيره جدا عشان نحل مشاكلنا. الارقام الكبيره جدا دي انا لا هاخدها مساعدات ومنح، ولا الاستثمار الاجنبي هيجي لي وانا قاعد ما بشتغلش. الاستثمار الاجنبي زي ما قلت لحضرتك بيجي لما بيلاقي البلد دي فيها فرصه نمو، فبيجي يستفيد من النمو، وده حقه، يعني هو زي عنده مصر عنده 100 بلد تانية. فبالتالي أنا لو أنا ما اشتغلتش أنا كمصري وأنا الاقتصاد المحلي بتاعي اشتغل بشكل جيد، أنا لا هيجيني استثمار أجنبي ولا هعرف أستفيد كمان حتى من المنح أو الدعم العربي اللي يعني طبعًا بيتقدم للبلد. هيحصل تكاسل حتى من جانب أي حد بيدعمنا سواء دولة أو مؤسسة. أنت لو بتساعد أخوك بالمعنى الحرفي، لو بتساعده مش لاقيه، هو مش بيساعد نفسه، أنت بتيجي في لحظة تتوقف عن المساعدة طبعًا. لأن هو مش مشجعني. بالظبط كده. فبالتالي هنا يعني زي ما قلت لحضرتك احنا لازم نغير ثقافة العمل في مصر، لازم كمان يعني نحل مشكلة البيروقراطية حل جذري، لانه انا ما ينفعش النهارده زي ما الرئيس قال كده بتاخد موافقه على مشروع بتاخد لك شهور. يعني هو ايه هو ايه حكايه الشباك الواحد؟ هو الشباك الواحد هي فلسفه موجوده في العالم، انه المستثمر بيقدم ملفه والمشروع بتاعه لشباك معين في هيئه الاستثمار او في الجهه المعنيه، وهذه الجهه بتبتدي هي تخلص له الاجراءات والموافقات المطلوبه في الجهات الحكوميه الاخرى. يعني لو مطلوب موافقه مثلا وزاره الدفاع عن الارض دي الجيش مش عايزها، فهي الشباك ده هو اللي يروح يجيب موافقه وزاره الدفاع. هل ده كافي؟ ما انا بسال حضرتك لان انا عارف مفهوم وفكره الشباك الواحد، لكن خليني اسال حضرتك سؤال. يعني لو جه شركه كبيره استثماراتها بمليارات ولها عضو منتدب او رئيس مجلس اداره، هيجي يقف الطابور. يعني ازاي ما فكرناش، او ما اعرفش ده موجود ولا جايز موجود، بس انا ما عنديش معلومه، من اول ما ينزل من المطار يكون في ناس مستنياه، مش مستنيه لاستقباله يعني واجب الضيافه، لا مستنيه عشان تسهل له كل الاجراءات. دي مهمه هيئه الاستثمار، لان هيئه الاستثمار اولا مهمتها الترويج للسوق المصري، ثانيا تذليل اي عقبات ممكن يواجهها اي مستثمر اجنبي او حتى محلي. دي وظيفه هيئه الاستثمار في الحقيقه يعني. وهيئه الاستثمار يعني جرى عليها قدر كبير من التحديث في السنين اللي فاتت، يعني على ادوات واليات العمل جوه الهيئه، لكن هي المشكله مش في الهيئه او مش في، لا، المشكله في المناخ العام. المناخ العام اللي بيخلي الموظف الحكومي ينظر بعين الشك والريبة إلى المستثمر، أو بيحاول إن هو يبتزه أو يستفيد منه.
هي دي المشكلة، ان لازم اصلا الموظف العام ده يفهم انه يعني ان انا بأدي خدمة لهذا المستثمر طالما هذه الخدمة ظلت يعني في اطار القانون. يعني انا مش بديله، انا مش بجب على المستثمر، انا مش انا مش بديله حق، ده هو انا بديله حقه طالما هو لم يتجاوز القانون وطالما هو بيتعامل وفقا للاليات اللي حددتها الدوله. الثقافه دي مش الهيه يعني، يعني اذا كنا بنفكر ان احنا لازم يبقى فيه كرياتيف ثينك يعني تفكير ابتكاري، لان احنا الحقيقه مش بس محتاجين تغيير في بعض الامور وبشكل تقليدي، احنا محتاجين كمان تفكير ابتكاري، لان محتاجين فتره زمنيه نعوضها بكتير. انت يعني انت بنتكلم في 40 50 سنه. انت في الحقيقه يعني احد مشاكلنا او انت محمل بعبء جهاز اداري كبير جدا، كبر حجم الجهاز الاداري نفسه بيلقي بعبء على عمليه اتخاذ القرار. ليه؟ لانه الاداره اللي يبقى فيها 100 موظف، فكل موظف بيحاول يخلق لنفسه دور، خلق الدور ده ممكن يبقى ترجمته خلق مشكله لطالب طيب الخدمه. طب خلينا في النموذج ده عشان انا يعني ايه اكون مستوعب والساده المشاهدين. يبقى في مشكله لو في مكتب لهيئه الاستثمار في مطار القاهره وظيفته الالتقاء بالمستثمرين من اول ما يجوا المطار ويشوف ملفاتهم وعاوزين ايه ويساعدهم، هل دي مشكله؟ لان مساله الشباك الواحد دي الحقيقه برضو يعني مستثمر كبير جاي يستثمر بالمليار يروح فين؟ يروح يقف في طابور يعني؟ شوف هو اللي حضرتك، هي طبعا البيانات بتبقى متاحه لاي للمستثمر اللي بالحجم ده متاحه بالنسبه له على يعني على الانترنت، ما فيش مشكله. هو عارف انه عايز، لو عايز يبني فندق في مصر محتاج موافقات 1 2 3، عايز يبني عمل مصنع محتاج موافقات 2 3. فالقصه مش في المعلومات، المعلومات متاحه. لا للمساعده انا بتكلم. هي المساعده بقى المفروض ان هو التعديلات اللي بتتم على قانون الاستثمار او قانون الاستثمار الجديد اللي للاسف ما طلعش لحد النهارده. انا كنت اتمنى كمواطن مصر انه كان يطلع قبل المؤتمر على الاقل ب 20 او شهر 20 يوم او شهر، بس هو يعني طبقا لتصريحات وزير الاستثمار بيقول قبل، ما هو قبل ده يطلعه لي قبل المؤتمر ب 24 ساعة مثلا، ما ينفعش. انت في النهاية بتقدم منتج او زي ما الدولة شايفة ان ده بتغري بيه المستثمر الاجنبي، فكان لازم ما يلحقش ياخد قراره. المستثمر هنا مش هيلحق ياخد قراره بالمشاركة او هيستثمر ازاي، او كمان هو ما هو الناس لها ملاحظات لازم من حقها تعرف اذا كانت الملاحظات دي تم الاستجابة ليها في القانون الجديد ولا لا. فده مش كان المفروض يبقى يعني قبل المؤتمر بوقت كافي، يعني يمكن في قدر من الارتباك شوية في التحضير للمؤتمر، انما معلش الامور في النهايه يعني يمكن التجاوز عن الملاحظات الشكليه. انما انا عايز اقول لك المستثمر الاجنبي اللي جاي يشتغل بالمليارات ده، اولا هو مش بيجي يشتغل بشكل فردي، هو بيجي من خلال مؤسسة شركه، هو بيأسس شركه في مصر، شركه مساهمه خاضعه لقانون الاستثمار 159، وبالتالي الشركه دي مفترض ان هي بتتمتع بقدر من الاعفاءات وبتتمتع بقدر من المزايا. هي مشكلتنا احنا في مصر يعني زي ما قلت لك، انا بحط قانون جيد انما بحط موظف سيء او موظف رديء ينفذ هذا القانون، وبالتالي فهم هذا الموظف لبنود القانون هي اللي بتسيطر على الوضع مش القانون. أي. لانه في الاخر انت بتقول له مثلا انا تعالى وانا هديك طاقه، طيب هاجي اجيب لك، يعني ما بتحددليش اسعار الطاقه دي هاخدها ازاي وامتى وبكام، ولو ما خدتهاش وحطيت انا فلوسي انا يعني هتحاسب ضريبيا تعوضني ازاي في الحاله دي ازاي؟ يعني انت النهارده اعطيت موافقات مثلا لانشاء مصانع اسمنت وفي نفس الوقت ما وصلتش. طيب انا بستاذن حضرتك للذهاب الى مؤتمر صحفي ل تابعنا مع حضراتكم الكلمة التي ألقاها السيد مساعد وزير الداخلية للعلاقات والإعلام حول ضبط بعض الخلايا الإرهابية، والحقيقة تابعنا حتى اعترافاتهم وهم بيحكوا بصرف النظر عن الصورة السلبية اللي بيصدروها عن مصر ومناخ الاستثمار والملف الأمني بشكل عام للخارج، أن مصر تعاني من مشكلات أمنية. الحقيقة هم بيحكوا في اعترافاتهم أن هم وضعوا العديد من القنابل. ترى في ذهني سؤال، يعني هم بيقولوا في الميادين وفي المولات وأماكن مكتظة حتى في مطار القاهرة، طب أنتوا بتأذوا أهلكم ليه؟ في ناس بتموت. امبارح عند دار القضاء العالي 3 ماشيين ما ارتكبوش أي ذنب ويمكن مش مختلفين عنهم إلا أن هم ناس عاوزين يبنوا مصر. ففي مدنيين بيروحوا، انتوا بتعملوا ده ليه؟ ما بيقولوش طبعا في اعترافاتهم، لكن خلونا احنا نكمل في بناء مصر ومستقبل مصر والملف الاقتصادي والمؤتمر الاقتصادي اللي ان شاء الله هينجح بفضل دعوات كل المصريين. استاذ محمود بجدد لحضرتك التحيه مره ثانيه، ويعني بيتبقى دقائق قليله، فخلينا ندخل في بعض المعلومات، ما اعرفش هتبقى متوفره عند حضرتك ولا لا، مش قصور طبعا عند سيادتك في البحث والاطلاع، لكن جايز لسه ما وضحش.
موقف الولايات المتحدة الأمريكية من المشاركة في هذا المؤتمر الاقتصادي سواء جهات حكومية أو شركات خاصة؟ لا، هو حسب المعلومات المتاحة على يعني سواء من خلال موقع المؤتمر أو من خلال بعض الاتصالات الشخصية اللي بنجريها مع يعني أسماء في القطاع الاقتصادي، في شركات أمريكية موجودة يعني أبلغت مشاركتها في المؤتمر، في شركات من بريطانيا، في يعني في تواجد دولي إلى حد كبير موجود، ولكنه يمثل القطاع الخاص لا يمثل الحكومات، وده في حد ذاته حاجة جيدة. يمكن هم جايين عايزين يتعرفوا على الوضع، مش واخدين قرار ان هم يستثمروا في مصر او لا، لكن انا في ظن ان في مجموعه من العوامل دفعت زي الشركات الامريكيه تحديدا الفتره اللي فاتت في تصنيف يعني ستاندرد اند بورز وفيتش عملوا تصنيف جيد الى حد ما لمصر، ودي مؤسستين امريكيتين وهم تقريبا دول بيلعبوا دور في تحريك او تحديد القرار الاستثماري لشركات امريكيه كبيره. احنا وصلنا فين في التصنيف؟ احنا دلوقتي تصنيفنا بي، يعني احنا كنا سي ماينس، يعني كنا في وضع سيء جدا. يعني احنا النهارده تصنيفنا بي، تصنيف الجدارة الائتمانية للبلد بشكل عام تصنيف بي ماينس، انما في النهاية انت طلعت من ليفل الى ليفل اخر. ده 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 دي هذه يعني نقلة نوعية تعتبر، احنا وصلنا فعلا سي ماينس بالضبط. يعني انت عندك شركات موجودة، وبعدين ما تنساش ان انت عندك يعني مشروعات كبيرة جدا في البنية التحتية سواء اللي بتتنفذ دلوقتي او لسه اللي هتطرح في المستقبل، في شركات عندها امل انها تحصل على جزء من هذه الكعكة. انت عندك المحطة النووية في الضبعة، عندك مشروع مدينة العالمين اللي في الساحل الشمالي، عندك مشروعات بتاعة قناة السويس، عندك مشروعات كبيرة جدا في الطاقة، توليد الطاقة بنظام البي او تي، وده قطاع تقريبا مغري لشركات كبيرة جدا او لشركات كتيرة في العالم. هنستخدم هذا النظام في الاراضي كمان الانتفاع لمدة طويلة. عندك يعني عندك فرص استثمارية ممكن تكون مغرية للبعض، هذا البعض هو جاي يسمع مش جاي ياخد قرار، عشان نبقى الامور واضحة. طب خليني انا ده هيكون جاي سؤال يسمع وياخد قرار بعد ما يسمع. هيكون سؤالي لحضرتك، هنختم بيه حلقة النهاردة، هنقيم نتائج المؤتمر او نجاح المؤتمر على ضوء النتائج ولا حجم المشاركة ولا الاثنين مع بعض؟ بس ده خلينا نختم بيه حلقتنا. خلينا نمشي حاجة حاجة. يعني حضرتك قلت ان في بعض المستثمرين او الشركات القطاع الخاص من الولايات المتحدة ستشارك في هذا المؤتمر الى جانب بعض المشاركات من بريطانيا. الاتراك اخبارهم ايه؟ وخصوصا انهم بيتمتعوا بمزايا استثمارية ربما تفوق المستثمرين المصريين. ده في الماضي طبعا، يعني انا بتكلم في فتره معينه. شوف، هو احنا طبعا علاقتنا مع تركيا في المجال الاقتصادي شهدت برضو قدر من التوتر في الفتره الاخيره. احنا كان عندنا اتفاقيه اسمها اتفاقيه الرورو مع الاتراك. هذه الاتفاقيه كانت مكحفه في الحقيقه بمصالح مصر، وتمت في عهد الاخوان. لما جاء الرئيس السيسي تقريبا اول شهر لغى هذه الاتفاقيه، ومن دمياط طبعا حدث ولا حرج عن المزايا. ما انا بكلمك على الاتفاقيه، لان كانت اتفاقيه ولا كانت شحنات بتخش تستهلك الطرق المصريه وتاخد وقود مدعم، وفي الاخر ما كناش بناخد منهم حاجه وتروح دول ثانيه، وهم بيطلعوا بالبضاعه بتاعتهم على دول الخليج ويبيعوا ويصدروا ويستفيدوا واحنا مش مستفيدين. فدي تقريبا كانت اتفاقيه معموله مجامله للاتراك. هذه الاتفاقيه اتلغت. الغاء هذه الاتفاقيه دي كانت مع الحكومه التركيه، انما هل هي اثرت على حجم الاستثمارات التركيه اللي موجوده في البلد؟ لا، ده ما اثرش، لانه كانت في مشروعات تركيه مملوكه للقطاع الخاص كانت بدات يعني بيتم تنفيذها، فانسحاب هذه المشروعات كان يكلف المستثمرين خسائر اكبر من ان هم لو استمروا، فهم استمروا. لكن هم متواجدين في مؤتمر من شرم الشيخ، انا لا اظن ان في شركات تركيه ولا اظن ان في شركات قطريه، لانه كمان في برغم تصريحات وزير الاستثمار ان في مشاركه. لا، هو وزير الاستثمار قال ان في مستثمرين مصريين بعتوا لنظرائهم القطريين. يعني مثلا لو قلنا يعني بنك قطري في مصر بعت. على اي حال ستكون المشاركه في هذا المؤتمر الاقتصادي كاشفه للمواقف. تمام. او مؤكده. احنا مش محتاجين على فكره يعني موقف الاتراك والقطريين. طيب. مش محتاجين. طيب. موقفهم يعني باينه. يعني ارجوك في عباره مختصره اقل من ثانيتين، المؤتمر تقييمه يكون بنسب المشاركه ولا النتائج ولا الاثنين مع بعض؟ لا، بالنتائج على الارض، انا مش عامل زفه عالميه. طيب. انا محتاج شركات تيجي تفتح مشروعات تشتغل. بشكر حضرتك جزيل الشكر استاذ محمود عبد العظيم نائب رئيس تحرير الاهرام الاقتصادي. انا بشكر حضرتك جزيل الشكر. شكرا جزيلا. ومشاهدينا الكرام، في نهايه هذه الحلقه اشكر حضراتكم حسن المتابعه. إلى اللقاء.